بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد قليل سننقل إلى حضرتكم المقابلة التي تدخل في إطار الدور السادس عشر من كأس الجزائر، والتي ستجمع بعد لحظات الفريق المحلي فريق سيربيا مشرية بنظيره الفريق العتيد والفريق الكبير فريق شبيبة القبائل. الضربة الانطلاقية كانت لصالح فريق سيربيا مشرية وتعود إلى الحارس يوسفي. يوسفي حجاج، حجاج حصل عليها فريق تيزي وزو. هجمة مضادة لصالح فريق تيزي وزو، مازال ما تخرجش وتخرج تباس. وفي هذه الآونة دخل الحكم عن مخالفة رقم 8 اللي هو مغراوي. قلت المدرب يعطي خطة طريقة اللعب يعطيها في هذه الآونة بدون شك. اللاعبين عندهم ثقة وإرادة مثل هذه المقابلات، ينفذ المخالفة رقم 6 اللي هو بالقايد على الجهة اليسرى، يحاول يفتح وخطيرة والهدف، خطيرة والهدف. قابلها في 90 دقيقة وما ندخلش فيها التفاصيل، المهم إن شاء الله يكون هدف تعادل. بالعربي، بالعربي فتح جميلة في اتجاه، هو هدف حقيقة ممتازة من طرف اللاعب الزوجي اللي كان بالمرصاد، لقطة يعني من أروع ما يكون. أما كانت لقطة، كانت لقطة من طرف اللاعب ست أمتار. محرز، محرز يرسلها عالية وتماس لصالح فريق المشرية. العيرج بجمعة، الله يا العيرج، العيرج في اتجاه بالغراس، بالغراس فوتو وتقص مليحة، تزيد تعود من طرف رقم 4 الهواري. بالغراس قائم بدوره كما ينبغي، فتح جميلة وسوس وهدف، وهدف وهدف تعادل. كرة في العمق يدخل بها اللاعب ويسجل هدف تعادل بكل روعة. يا سلام، هذه اللقطات اللي كنا نحوس عليها منذ البداية، أتت رغم أنف الحكم كونه ما سجلش ضربة جزاء، ها هو الرد السريع. حقيقة تشجيع على المهاجم تاع شباب المشرية، فعلا حقيقة وروعة. تفضل. حقيقة يعني اليوم شباب المشرية أعطى درس بالنسبة لفريق القط. ما كانش التسامح، واصل حبيبي. شكرا سي طاهر. بالغراس، بالغراس في الزاوية وهدف، هدف رائع. يا سلام،
ونظن باللي كانت فتحة جميلة من بالغراس يتصدى لها في الزيوي ويسجل الهدف الثاني لصالح فريق سير بي ام. في الزيوي كعادته يهرب على الجهة اليسرى في الزيوي رأسية كان شاف الحارس خارج يعني وما كانش يعني ينتظر الحارس يعني تكون هذه الكرة داخل الإطار يقدم عليه. تعود لسنوسي، سنوسي في الزيوي، في الزيوي ممتازة في الزيوي وضيع كرته. لازم على الفريق هنا باش يتأنى ويلعب بثقة ويتقن من اللعب باش حتى تكون عليه ما تكونش عليه طريقة اللعب بالنسبة لشباب القبائل. مخالفة علينا الحكم، لازم اللاعبين باش ما يتنرفزوش. دخول النرفزة، شوف الدفاع هنا يتحمل عيب المقابل. وهكذا هكذا الشباب المصرية في الدور القائم أعطاها بفريق يقال له جمعية تيزي وزو. هنيئا للشباب المصرية، هنيئا بهذا الانتصار مع تقديم عرض ماهوش انتصار هكاك نقولوا فقط، وإنما انتصار زائد عرض. تحية، تفضل الأخ حمي. إذا تنتهي المقابلة الآن لصالح فريق مشرية بهدفين اللي أدى وتوافد على الملعب باش يأزر الفريق شباب المشرية اللي كان عليه لازم اليوم باش يوري الوجه نتاعو والوجه الحقيقي ويغطي يعني وربما فيه بعض النقائص. ونتمنى لحجاج اليوم المكان نتاعو يعني الصديق اللي كان بدلو أظهر الإمكانيات نتاعو. وهنيئا مرة أخرى معنا عربي معنا السي العربي عتبة مدرب معروف وكان درب عدة فرق. السي العربي واش رايك في الشوط الثاني؟ أنا نظن باللي الشوط الثاني الفريق تاع الشباب الرياضي بلدية المصرية وجد الحل وتحرر واستطاع أنه يهاجم ويشكل خطورة مستمرة على فريق شبيبة القبائل. وبالتالي نقول في العموم فريق تاع الشباب الرياضي لبلدية المصرية يستحق الفوز ونتمنى له يعني مزيد من الانتصارات في البطولة. وانا نظن بلي الفريق تاعنا اليوم كان اهل للثقة نتاع الجماهير الغفيرة اللي اليوم جات شجعت الفريق. ونظن بلي الفريق نتاعنا شرف الجمهور نتاعه، شرف المدينة نتاعه، وشرف الملعب الجميل اللي راه يلعب عليه. مرة أخرى نهني فريق شباب الرياضي بلد مشري على هذا الانتصار ونتمنى له المزيد من المثابرة والمجهودات حتى يكون عند حسن ظن الجماهير العظيمة اللي راح تتبع في هذا الفريق. وشكرا. شكرا سي العربي. تصور وانا ديك السجلة على محامي كاع نديرو معاهم كل سنوسي واش راك في المقابل؟ بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. نشكر الجمهور اللي كان حاضر معنا. نتيجة كنا منطقية ونستحقوا الفوز. الشوط الأول شفناكم شوية كريسبي، بصح في الدوزيام ميتون كبرتوا رواح. لا شوية الدخلة شوية كنا كسيفري، بصح مي ماركينا غريزاسيون، شاشة دخلوا كونفيونس وزنا ماركينا الزواج. كنتوش متخوفين الفريق؟ لا جانا الماتش كوم لي زوط ماتش. وش هي الكلمة اللي تقولها للجمهور؟ نشكروا بزاف. صباح حكيم. فزنا بهذه المقابلة، عطينا كاع المجهودات تاعنا، هذا وهدي هذه المقابلة كاع للشعب، كاع البوبيلار دي مصرية. نشكر الجمهور اللي ساعدنا، هو اللي وقف معنا في هذه المقابلة، ونشكرها بزاف، وماشي لاكوبي وقف معنا ثاني في الشامبيونة. شكرا. واش نقول لك واش راك في المقابلة؟ انا نقول بلي المقابله بغيت سان كومونتير باسكو اون افي اون ايكيب فان لي دوز ايكيب كي اون تري بيان جوي الفوتبول لا نوتر لو سي بي ان بيان سور ايتي او دوسو دو لو اون ا غاني لو ماتش اي اون ميريتي دو غاني اي سولا بروف كو
on est un peu lésé d'endroit par monsieur les arbitres. Et j'espère, je souhaite une bonne continuation pour l'équipe de la JET. Inch'Allah, مرة عام تانيك l'équipe تاعنا Inch'Allah تكون لها نجاح. والحمد لله ربحنا. C'est une victoire pour tout le monde, pour toute la région en plus. وشكرا على كل حال. بارك الله فيك. شكرا. سي بريسي تكلمت لي على الجمهور، بغيت نعطيك تعطيني ميزة خاصة نتاع الفريق تاع شباب المشرية. راك أدرت شحال مقابلة تاعه، يعني واش هي الخصوصيات اللي شاهدتها فيه؟ شوف أنا قضيت الفريق تاع شباب المشرية كي يقولوا لا ديسيبلين سور تيران تاع لي جوار الله يعطيهم الصحة. المرتبة اللي راهم فيها في البطولة، أنا بالنسبة لي اللاعب اللي لعبوه اليوم واللي تحكمت فيهم في المقابلات ما تشرفش الرتبة اللي راهم فيها. ماذا بيا يلعبوا على لاكسيسيون بالنسبه للفريق اللي راه عندهم، راه فريق كامل وينجم يوصل بعيد ان شاء الله. شكرا.